صباح الخير إكساندرا، صباح الخير لارا، صباح الخير مرة ثانية، عدنا لكم مجددا من هنا من محافظة معان. أهلا وسهلا فيك، نحن معك والمشاهدين بانتظارك، وبتقدر تبلش تفضل. يعني ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر برنامج يوم جديد. حقيقة يعني الانتخابات إن شاء الله على الأبواب، 22 الشهر المقبل، استحقاق دستوري أراده جلالة الملك أن يعبر عما يجول في خاطر المواطن، أن يكون حقيقة هذا اليوم يوم عرس وطني، أن يكون يوم مميز للوطن. يعني حقيقة ونحن الآن بجائحة كورونا، يعني كل الدول حقيقة والبلدان والفضائيات تتحدث أنه الأردن بيعاني من جائحة كورونا، لكن هناك استحقاق أهم أراد جلالة الملك أن يعبر ما يجول بداخل المواطن حتى يذهب إلى صندوق الاقتراع، ويكون هذا الصندوق خيار حقيقة لمعرفة ماذا بجعبة هذا المواطن تجاه وطنه وتجاه قيادته، وأن نعبر عن استدامة والخطط التي تنهض بالوطن حقيقة، لنكون يوم مميز في هذا الوطن الغالي. للحديث أكثر حول هذه المبادرة حقيقة، مبادرات شبابية، معي على الهواء مباشرة عطوفة مساعد محافظ معان، مندوب محافظ معان السيد سعد العبدالله. صباح الخير عطوفتك. صباح الورد، صباح الخير أخي رعد، كيفك؟ صباح الخير للسادة المشاهدين. هذه الحملة تأتي تأكيداً لرؤية سيدي صاحب الجلالة شباب أردني قادر على التغيير، لتفعيل دورهم في المشاركة السياسية واختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم خدمياً في البلديات ومجالس المحافظات. هذه التشاركية بادرت فيها وزارة الشباب مشكورة مع مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة معان. هذه المبادرة من خلالها ومن خلال شاشتكم الجميلة ندعو الجميع وخصوصا الشباب في مثل هذا التاريخ الشهر القادم، عرس وطني وانتخابات، ندعوهم لاختيار مرشحيهم الذين سيمثلوهم في مجالس المحافظات وفي البلديات. يعني عطوفتك، يعني زي ما شايفين خلفنا يعني الشباب رافعين الأعلام الأردنية وأيضا صور جلالة الملك التي حقيقة تزين هذا المكان الجميل في قلب مدينة معان في مديرية شباب المحافظة. يعني شباب يعني بيحكي لحاله، نفسه وهمة عالي، فماذا نقول للشباب وجلالة الملك وصفهم بأكثر من منبر بأنهم فرسان التغيير وقادة المستقبل؟ نقول لهم أن الفرصة الآن هي الأمثل، وأن عليهم أن يأخذوا زمام المبادرة وأن يختاروا مرشحيهم لهذه المجالس الذين سيمثلونهم ويمثلون أصواتهم. عطوفتك تتحدث أيضا عن هذه المبادرة الجميلة، عبر عن صوتك في الصندوق، يعني بطريقة أنه تذهب للصندوق ومنهاب، لأنه صوتك سيغير. بالتأكيد بالتأكيد، هو الصوت الذي سيحصل، ودائما وأبدا الشباب هم الرصيد، حماسهم هو الدافع الرئيسي في نمو وازدهار أي حضارة وأي بلد. كلمة أخيرة توجهها للمشاركين في هذه المبادرة، أيضا يعني بنشيد أيضا بإخواننا من الكرك، أتوا اليوم من شباب من محافظة الكرك، بعد قليل سيكون معي أحد المشاركين، أتوا أيضا ليطلقوا هذه الحملة من هنا من مدينة معان، بداية تأسيس الوطن أيضا ومعقل الثورة العربية الكبرى. دائما وأبدا شباب الأردن معان بترحب فيهم كعادتها دائما، وإحنا بنحكي لكل الموجودين شكر جزيل من خلال شاشتكم الجميلة على وجودهم معنا وعلى مشاركتهم، وإن شاء الله إنه القادم أجمل. إن شاء الله كل الشكر عطوفتك، ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. أيضا معي أحد الشباب يعني من محافظة الكرك، بداية بنرحب فيك من هنا، بداية نقدم نفسك. معالي الشمايلي من محافظة الكرك، من التاريخ والمجد، حضرنا إلى معان اليوم من أجل أنه انتخابات الدستورية الاستحقاق حسب رؤية جلالة السيدة
بأنه يكون في حق صوت شبابي بحت كامل. فهذه المبادرة المديرية الشباب معان كانت هي مبادرة محترمة وترتقي إلى مستوى أنه نكون نشارك الشباب في هذه العملية الانتخابية الدستورية الحق المكتسب لكل شخص. فإحنا كمان إحنا من أيدهم ونواكب هذه المبادرة باستمرار إن شاء الله حتى يستحق هذا الحق الدستوري. أخي الحبيب، يعني شو بتحكي اليوم وأنت شاب من محافظة الكرك تمثل شباب محافظة الكرك بهذا اليوم حقيقة للحديث عن هذا الموضوع؟ هذا الحديث يعني الشباب، إحنا محافظة الكرك إحنا نشجعهم على هذا الحق الدستوري بأنه يمارس صوته وأهله مع أهله ويشجع أهله. حتى الكبار لازم إحنا نشجعهم كشباب على هذه المبادرة باستمرار حسب رؤية جلالة سيدنا. شو بتحكي للشباب اليوم وانتم موجودين في محافظة معان تتفاعلوا مع الشباب بكل قطاعاته؟ سيدي جلالة سيدنا حكى انه لازم الشباب اللي هم مارسوا الحق الدستوري وانه يضغطوا على هذا الموضوع، وهو باكثر بخطاباته دائما هو يستهدف الشباب خاصة في المبادرات المحترمة التي تحترم مثل هذه. فحضرنا لهذا الموضوع. كل الشكر لك أخي العزيز، كل الشكر لجميع المشاركين في هذا اليوم الجميل، كل الشكر لشباب محافظة معان، كل الشكر أيضا لشباب الوطن. فإن عطشتي وكان الماء ممتنعا فلتشربي من دموع العين يا بلدي، وإذا سقطت على درب الهوى قطعا أوصيك بالأردني يا ولدي. هذا مجمل حديثنا اليوم، هيك شباب معان وهيك شباب الوطن بيحكوا لسيدنا.